يبقى حطيت الزبده البارده بتاعتي وحطيت كمان عليها السكر وهسيبهم لحد ما تهيش. نفس فكره البيتي فور كده لما عملنا، حطيت ايه؟ حطيت الزبده وحطيت السكر وضربتهم مع بعض. اول بس شويه بيبقى السرعه هاديه عشان السكر ما يعني ما بهدلش الدنيا حواليا. هنعمل ايه بقى؟ هروح رافعة كده العجان بتاعي وابتدي انزل الزبده اللي بصوا الزبده ماسكه عندي ازاي، وده ضروري عشان تطلع معاكي مظبوطه. انزل بس كل الحروف بسم الله ونضربها. تعالوا كده، والزبده بتاعتي بتتضرب او بتتخفق. لازم الخطوة دي بمضرب، يعني ممكن ما استخدمش الكف لو انا ما عنديش عجل، لكن لازم استخدم مضرب عشان تهيش معايا ويديني نتيجة حلوة جدا. طيب وانا بتشغل كده او الزبدة بتاعتي بتبتدي ان هي تعمل قوام كريمي جدا، هنتكلم عن عطارة اونلاين او بهارات عطارة اونلاين. عطارة اونلاين ليهم محلات كتير على مستوى الجمهورية، ليهم فروع في مدينة نصر والشيخ زايد والمقطم، فبالتالي تقدروا ان انتوا تتواصلوا. العلب دي كمان لسه وصلتني من كام يوم، علب كبيره تقدري انك تخزني فيها على طول في المطبخ، يعني هتجيبي مثلا نص كيلو تجيبي ربع كيلو على حسب احتياجك وتحطيها على طول، مش محتاجه تفضيها في العلب الصغيره. ليهم بيج على الفيسبوك اسمها برده بنفس الاسم عطاره اونلاين، عندهم توصيل ان شاء الله لكل متابعيني الحلوين مجانا، التوصيل لحد باب البيت في النطاق حوالين الفروع بتاعتهم اللي هم مدينه نصر والشيخ زايد والمقطم، فان شاء الله تقدروا تتواصلوا معاهم. طبعا في رقم تليفون كمان موجود عشان يسرع يعني سهوله الوصول، تقدروا توصلوا بكل سهوله. طيب ادي عندي الزبده، انا هعمل بقى كده لان انا محتاجه الزبده تتضرب كويس، لازم ان الزبده عندي توصل لقوام كريمي زي ما عملنا امبارح في البتيفول لو انتوا فاكرين اهو. نعلي كده السرعه. الخطوة دي هتخلي البسكوتة بتاعتك هشة جدا وطرية وبتدوب كده زي ما احنا بنقول دايما او بنحب ناكل البسكوت. اهو ههدي شوية، هتسيبيها 5 دقايق مش اقل من كده. هنزل بعد كده بالبيضة اهي بسم الله، مش هحط البيضة التانية لما البيضة الاولى تختفي. اهو كده عندي تمام، هنزل بالبيضه الثانيه بسم الله واجيب الفانيليا وادي شويه ايه الفانيليا الحلوه بتاعتي. طيب عايز تحطي عصير برتقال ممكن تبدلي اللبن بتاعنا بعصير البرتقال، عايزه تحطي جوز هند هتحطي روح جوز الهند او زيت جوز الهند، وتشيلي ربع مقدار الدقيق وتحطي بداله جوز هند ناعم، برتقان تحطي بشر برتقان وعصير برتقان وروح البرتقان برده، وممكن تحطي كمان بودره العصير اللي احنا عارفينها بتاعه البرتقان، اقدر برده احطها مع المواد الجافه او احطها بدل اللبن. يعني كل الحاجات دي انا بحاول اديكوا اختيارات عشان ما توقفيش في حاجه، ما عنديش مكون ابدله باي حاجه ثانيه. صباح النور يا ام حسن. الو. ايوه. عامل ايه يا شيفا؟ ازيك حبيبتي عامله ايه؟ كل سنه وانتي طيبه. يا رب وانتي بالصحه والسلامه. بيتي فور كان تحفه امبارح وعملت. جربتيه؟ تحفه ما شاء الله، بألف هنا يا رب. انت كل وصفاتك تحفه يا حبيبتي والله، ربنا يكرمك يا رب. يا رب يخليكي، وهستنى بقى كمان تجربي البسكوت بتاعنا والغريبه وتقولي لي الاخبار. النهارده بقى هجربه ان شاء الله. ان شاء الله يا روح قلبي. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه يا روح قلبي، نورتيني وصباحك زي الورد. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا حطيت هنا ايه؟ هقول لكم حالا، حطيت عندي النشادر على اللبن وهبتدي ان انا انزلها عندي على خليط البيض والزبده اهو. اهو عندي كده، نجيب معلقه، يبقى فاضل عندي ايه؟ ممكن تزودي رشه ملح لو انت حابه. يبقى فاضل عندي الدقيق وفاضل عندي البيكنج باودر اهو. هقلب كده الدقيق مع البيكنج ونشوف حالا هنزل بيهم بقى واحده. اهم خطوه يا جماعه عشان الحاجه تطلع معاكم مظبوط، لازم تهيشي الزبده مع السكر لحد ما تبقى كريمي جدا. يعني يمكن انا عشان بس الوقت فاستعجلت ان انا اضيف بقيه المكونات، لكن انتوا في البيت لازم توصليها لقوام كريمي جدا زي كريم شانتيه كده عشان تهيش معاكي وتديكي نتيجه حلوه جدا اهو. يلا بينا بقى هناك نبتدي ننزل بالدقيق واحده واحده.
هشيل بقى، نوقف كده. ممكن ننزل بس بكام معلقه كده في الاول. زيك يا هنود. شاف عامله ايه؟ ازيك انت يا قمر؟ وحشتيني. انت وحشني على طول والله. اخبارك ايه؟ بخير والله طول ما انتوا بخير. كل سنه وانت طيبه. يا رب وانت بالصحه والسلامه. قولي لي بدات في حاجه العيد ولا لسه؟ شويه اهوت، بس انا عشان انا ايديي بقى قربت اولد. حبيبتي ربنا يا رب يومك بالسلامه، وتعملي بقى شويه كحك وبسكوت كده في اسبوع النونة ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. انا مبسوطه ان انا كلمتك. انا معلش ما بقالي كتير ما اتكلمتش، بس انا فعلا ولا كنت تعبانه من الوقت اللي فات ده. لا يا حبيبتي ربنا يعينك، ودايما يعني مسمعاني صوتك الحلو كده. ان شاء الله. ان شاء الله. وصبحيلي على استاذ سباعي جدا، وعلى الشيخ سيد، وعلى كل الكف. عيوني كلهم والله بيصبحوا عليك. تسلمي. تسلم لي قلبك يا روحي، نورتيني. بعمل ايه دلوقتي؟ بنزل بالدقيق واحده واحده. طيب حد هيقول لي ليه ما مسكتش البوله ورحت مره واحده كده نازله بالدقيق؟ عشان كل نوع دقيق بيختلف. في دقيق بيحتاج مثلا شويه سوائل زياده، في دقيق بيشرب الماده الدهنيه، في دقيق بيعمل عرق. كل الحاجات دي خليكي انت كده ناصحه، يعني ركزي في العجينه، شوفي امتى اوقف الدقيق وامتى ازود شويه. لو مشيتي على المقدار ده واستخدمتي دقيق متعدد للاغراض او دقيق بسكوت وكحك والكيك والكلام ده، هيطلع معاكي ان شاء الله بفضل الله زي الفل. اديني اهو بنزل بالدقيق. بصوا العجينه بتاعتي لونها فاتح ازاي وزي الفل، مقادير مظبوطه سهله وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه صعبه او فيها حاجه تعطلك انك ما تعمليهاش. انا بقى ايه هنزل كده خلاص، كميه عندي فاضل حاجه بسيطه. تعالوا بقى نشوف قوام العجينه عامل ازاي. يعني انا بالنسبه لي كده اعتقد مظبوطه جدا. انا مرفع برده القطعة بتاعتي او العجان بتاعي، هشوف ايه الدنيا. اهو اه والله والله قلت كده اهو. شايفين العجينة بتاعتي عاملة ازاي؟ طرية جدا ولونها فاتح روعة. انا بالنسبة لي كده تمام، يعني مش هحتاج ازود دقيق تاني اهي. امتى تعرفي؟ لما امسك حتة وما تلزقش في ايدي. يعني بصوا اهي شايفين مش بتلزق في ايدي زي، خلاص يبقى كده استكفت، مش عايزة دقيق تاني. تعالوا بقى ننقلها سريعا في كيس الحلواني قبل ما اخد الفاصل عشان اشتغل كمان في الغريبه معايا. بسم الله كده ايه نعمل واحده بس. تعالوا يلا بينا. زيك يا اروى؟ الحمد لله. عامله ايه يا روحي؟ الحمد لله يا رب دايما. اموريني يا قمر. انا بحبك قوي قوي. وانا بحبك قوي، انا بحبك اكتر من انت بتحبيني. انا نفسي اطلع معاكي على التلفزيون يا روح قلبي يا روح قلبي. طب ممكن تسيبي رقمك يا اروى؟ ما تقفليش، سيبهولي في الكنترول. ماشي 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 يا روح قلبي. تعالوا هعمل بس واحده كده. طيب انا حسيت مثلا وانا بشتغل العجينه ناشفه معايا، هتزودي ايه؟ زودي حته زبده صغيره، ما تروحيش تزودي مثلا لبن او ميه، لان ده هينشف العجينه زياده. خدي بالك يعني الناس بتتخدع، ممكن تقول لما ازود شويه ميه يبقى العجينه هتمشي معايا مظبوط. لا زودي شويه زبده بسيطه او زيت بسيط جدا وهتطلع معاكي زي الفل. تعالوا كده نشوف ايه الاخبار. استني بالله. طيب الصاج بتاعي يفضل يبقى مدهون شويه زيت عشان اقدر ان انا ارفع البسكوته بكل سهوله. يا صباح النور. صباح الورد. الو ازيك يا روح قلبي؟ انا بردانه بقى وبصي مخنقه. انا حرانه، انا حرانه قوي بقى. لا الجو بقى خلي بالك بقى، يعني هو قلب مره واحده. ما انا معرفش والله، في الجو مش حر، الجو تحس ان في فتحتي باب الفرن فجاه. بالظبط كده والله. والله ربنا يعيننا ربنا يعينكم يا رب يا رب ويعين كل انسان والله يا رب. اللهم امين. عامله ايه وايه الحلاوه اللي ايه رايك بقى؟ شفتي شفتي البسكوته نازله حلوه ازاي؟ ده بصي يعني احنا هناكلوه ني ان شاء الله. يا روح قلبي انا سوي وابعت لك والله الصاجات في عربيه نص نقل لحد باب البيت. نص نقل في حاله. شفتي ما عشان يا دوبك تشيل بقى اللي انا عايزه ابعته. الكبيريه كلها هتاكل بقى. حبيبه قلبي. يا رب دايما بيتك عامر بحبايبك وان شاء الله عيد سعيد عليكم جميعا وعلى اسرتك، وربنا يفرحك باولادك يا رب. اللهم امين. وبصبح طبعا على الاستاذ سباعي وكل القائمين على البرنامج. حبيبتي وبحيي كل حبايبك اللي بيتصلوا بيكي. حبيبتي وكل سنه وكلنا طيبين يا رب وانت بالصحه والسلامه. وان شاء الله ربنا يشيل عنا الوباء يا رب يا رب. اللهم امين يا رب. ان شاء الله ودايما كده ناجحه يا رب. ويسلم قلبي. بين ايديك يا توت. يسلم قلبك وذوقك، صباحك زي الورد.
ازيك يا ميار؟ الو ازيك يا شيخ؟ ازيك انت يا قمر؟ عامله ايه؟ بخير يا روحي، طول ما انت بخير والله. انا بحبك قوي. وانا بحبك قوي قوي والله. قولي لي، ابتديتي شغل العيد ولا لسه؟ ابتدينا. ابتديتي؟ طيب الحاجه طالعه تمام؟ اه الحمد لله يا رب. دايما كل سنه كده تعملي احلى حاجه في الدنيا. كنت عايزه النهارده عيد ميلاد صاحبتي، واحب اقول لها كل عام وانت بخير يا اجمل صديقه. كل عام وانت طيبه يا احنا. قولي لي اسمها ايه؟ ايه. ايه كل سنه وانت طيبه يا ايه، وعقبال يا رب مليون سنه، ودايما تبقي في احسن صحه واحسن حال. حبيبتي نورتيني. شوفوا بقى الحلاوه، بصوا زي نازل يعني تحفه، ولا غلبني ولا زهقني ولا اي حاجه. الرسمه مظبوطه جدا، هيطلع معاكي مخرفش كده زي بسكوت. المكنه مظبوطه، الرسمه زي الفل، هتدخل زي ما تدخل زي ما تخرج. هحاول كمان ادخل كم الواحده دول في الفاصل عشان اوريكم لما تدخل في السوا مش هتنفش ازاي وتطلع مظبوطه زي الفل.